حاجه من الحاجات اللي عملها ابراهيم الرفاعي خلاني اللي هو ايه ده، ايه ده على موضوع بطل المصارعه ده؟ اه طبعا ده شيء مذهل. طيب الناس قللت السكر او استغنوا عنه في بعض الاحوال واكتفوا بحلاوه النصر. صحيح. اكمل. هي اللي اتعمل، انا رايي ان احنا فعلا اللي اتكتب له يعيش في الوقت ده في مصر شاف المدينه الفاضله بعينه، يعني شاف الناس الى هذا الحد، الى هذا الحد. وببساطه اصل هي المساله، يعني احلى حاجه في المساله دي انه شارك فيها 30 مليون، مش سر. يعني كل بيت بيحكي اللي الاجيال اللي بعده هو شاف ايه. انت عندك محافظات كانت على خط النار، طبعا احنا عارفين ان هو السويس، بورسعيد، اسماعيليه. لا احنا الحقيقه برضو كان عندنا الدهليه كانت على خط النار، القليوبيه كانت على خط النار، والشرقيه كانت على خط النار. ويمكن انا من حظي اللطيف وانا في اثناء رحله البحث اللي يعني قعدت سنه وشهرين بحث غير الكتابه بعد كده، كان لقيت المجلد بتاع مجله الشرقيه سنه 73، فشفت انه الشرقيه ازاي كان الاطفال بيتعرضوا ل يعني قنابل ومشاكل وكميه استهداف للمدنيين في الوقت ده بشكل جبار، وازاي في صمود عظيم. بالإضافة لأنه رصد بقى المجتمع كله خلال الست سنين، يمكن أنا في الجزء الأولاني كنت مركز على الفن تحديدا، دور الفن في المعركة. هو ده السلاح السري؟ ده السلاح السري. وده الحقيقة السلاح السري اللي العالم كله يعرفه، يعني خاصة سلاحنا السري في الوقت ده كان أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وشادية ورشدي، وطبعا عدد كبير جدا من الفنانين العظام اللي كلهم اتبرعوا للمجهود الحربي. طبعا أم كلثوم كانت رأس حربة، يعني ما ينفعش حتى تبرعاتها تقارن صحيح بحد، لانه كانت في مستوى تاني يعني. بالظبط. لكن الحقيقه كله تبرع، كله عمل حفلات. يعني في الوقت اللي ام كلثوم كانت بتعمل حفله في فرنسا، كان عبد الحليم حافظ بيعمل حفله في انجلترا. وبالتالي فانت بتستعيد قوتك الناعمه بمنتهى القوه في ارض الناس المؤيده للعدوان. فانت رايح فرنسا وانجلترا اللي كان من شويه كانوا اصلا بيتامروا عليك في وقت من الاوقات، ورايح لهم تعمل أول حفلة بعد 67 هناك، وبتكمل المسيرة دي على مدار 6 سنين. البلد ما يقسيتش رغم طول الوقت إنه هي الحرب إمتى، وده كان السؤال للمصريين أي حد يقابل أي حد في 6 سنين دول، هي الحرب إمتى. لكن كان في شقين للحرب، شق أنت ما ينفعش تعرفه وفي كمية خداع استراتيجي، بس أنا رأيي إن الشعب المصري هو اللي عمل الخداع الأكبر. بالمناسبة الشعب اللي كان يوم 5 اكتوبر بيتخانق قدام الجمعيه، يوم 7 اكتوبر بيقول لك اتفضل انت كل الاكل مكاني وبالهنا والشفا، هو ده كان خداع الاستراتيجي الحقيقي. انك العدو بيرصد المجتمع من جوه فبيلاقيه يعيني بيصايم وطالع وطالع عينه، وعشان يجيب فرختين من الجمعيه محتاج يعمل معجزه كونيه، وعشان يجيب حته صابون محتاج. طب انا عندي سؤال، ويمكن ده هيبقى سؤالي الاخير، وقدامي دقيقتين. حاضر، انا ملتزم بالوقت انا ومحمد. ال 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 الشعب ده شديد الغرابة. صحيح. شديد الغرابة ومهول، وقدرته على المفاجأة أظنها غير مسبوقة وعمرها ما هتتكرر. ده حقيقي. السؤال بقى ليه؟ ليه؟ لأنه يعني أنت الراصد للموضوع. تصوري وفق اللي شفته أنه الشعب أول ما لقى الحاجة اللي هو بيدور عليها اللي هي 6 أكتوبر قرر يضحي بكل حاجة، لدرجة ناس عملت تضحيات ما حدش يتخيلها. يعني انه حد يقرر يدي كل الفلوس اللي بيمتلكها للجيش في الوقت ده، دي مسألة احنا عارفين ان الشعب طول الوقت قلقان من بكرة عشان يحوش عشان يعمل عشان يسوي. الناس اتبرعت بكل ما تملك. مسألة التصديق في انه الحرب دي احنا لازم ننتصر، وان انا هبقى شاركت بكل تفصيلة. انا هبقى شاركت بقطعة صابون بالمناسبة، انا بشاركت بان انا بقلل السكر في الشاي. التفاصيل دي خلت الناس كلها ممكن تشارك. انت لو حصرت بس المشاركه، ده في كوره في مصر بالمناسبه قررت انه ما فيش حاجه اسمها فيها انه الخدمه العسكريه حد بس يقدمها لافراد الاسره، ان عندي ولدين الاثنين يطلعوا، عندي 4 الاربعه يطلعوا، عندي 10 على 10 يطلعوا. وكان بيستقبلوا الجندي اللي جاي من الجبهه ان البلد كلها بتطلع تستقبله. فمساله التعامل مع الحرب بالشكل ده كان جزء منه ليه علاقه بانك جاي بعد شقه، انت قاعد مستنيها. انت مش مجرد انك اتفاجئت، طبعا الناس كلها اتفاجئت، بس في نفس الوقت انت قاعد منتظر اليوم ده. فلما جه قررت تطلع احلى ما فيك،
واعظم ما فيك وانبل ما فيك، وحاجه لا يمكن حد يعني هي حتى ما تأرخ لهاش بشكل مظبوط. يمكن انا قعدت اشتغلت يوم بيوم حرب اكتوبر لحد ما نوصل للعيد، لان احنا برضو حاربنا في العيد، ودي حاجه طول الوقت احنا ما بنتكلمش عليها، احنا متخيلين حاربنا في رمضان بس بما فيها حتى تفاصيل رمضان. احنا طول الوقت حاربنا في رمضان لكن مش قادرين ندرك يعني ايه حاربنا واحنا صايمين. احنا بنقولها بس من ناحيه الصيام، لكن الناس اللي في البيت اللي هي كانت عايزه تودي كل حاجه للجنود، الست اللي هتضطر تقسم وقتها 8 ساعات عايزه تبرع بيهم مكنه الخياطه، الايراد بتاعها ده يطلع للجيش. يعني انا كان تعدادي وقتها 30 مليون بس الواقع بيقول انه الجيش المصري وقتها كان هو ال 30 مليون. صحيح صحيح، كل الناس كانت جوه. صحيح، كل الناس كانت شريكه. صحيح، وكمان والشعوب الحره جت وقفت معانا، يعني كل الشعوب الداعمه. بالمناسبه بتكتشف ان في شعوب، طبعا الدول العربيه كلها كانت بتدعم، لكن بتكتشف كمان انه البرازيل كانت بتدعم، وبتكتشف انه في دول يعني والصين كانت بتدعم، بتكتشف ان في دول كتير كانت بتدعمنا في الحرب، لانه ما حدش صدق اللي الشعب المصري عمله. مش يعني فكره انه بقى جيش وشعب حاجه واحده، انت مش قادر تقول هو انهي فيهم الجيش وانهي فيهم الشعب. ما هو الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، لانه في النهايه الحرب ما خضهاش مليون بس كانوا عجبها في الوقت ده، لا خضها 30 مليون. كل واحد عايش في الوقت ده كان عنده معاها ذكرى، حتى يعني بقى بيستقبل يوم العيد اللي هو 6 اكتوبر. فالناس بتقول لبعض، كل اللي بالمناسبه تحديدا اللي اتجند في الحرب بيقولوا صوم طيب يوم العيد اللي هو 6 اكتوبر ده، بالنسبه له اهم من عيد ميلاده واهم من اي ذكرى في الدنيا بالنسبه له. النهارده اديت لي 3 هدايا، كتاب باهداء اكتر من رائع اكبر بكتير مما استحق، واديت لي عرض وتحليل رائع للشعب المصري وازاي اتحول ال 30 مليون مواطن كلهم للجيش المصري، واديت لي انا بقى والمشاهدين صوره جرعه روح سميها زي ما تسميها لمدى قدرتنا على الفعل. صحيح. مدى قدرتنا على الفعل دي حاجه مذهله جدا. انا عايز اشكرك جدا قوي خالص.